جيد، أسألك عن تأثير هذه الهجمات على معنويات أبناء المقاومة في لبنان. واضح جدا أنه على الرغم من الارتكابات، على الرغم من التهديد، على الرغم من التهويلات، لا زالت الناس متماسكة. كما نقول، هناك تاريخ لهذه الناس مع هذا الكيان، مع جرائم كيان الاحتلال. تدرك أن كيان الاحتلال يريد أن يقتل هؤلاء الناس، أن يقتلع هؤلاء الناس، أن يسرق أرضهم، وبالتالي كل هذا المسار الطويل لو كان يريد إضعاف الناس لما وصلت هذه الناس إلى هنا. هذه الناس المتجذرة بهذه الأرض بنت بيوتا على حدود فلسطين المحتلة. طبعا هي اليوم تتعرض لدمار شديد. هذا الأمر كان يخنق كيان الاحتلال الإسرائيلي، أن يرى هذه البيوت، أن يرى هذه الناس تصف بالمقاومة، وبالتالي كان يريد أن يقتلع هذه المنازل من على حدوده. لكن في الواقع هذه الناس هي يعني متشربة العزة والكرامة، ومتشربة للتمسك والتجذر بهذه الأرض. وهذه النقطة التي نتحدث عنها هي التي تحدد مسارات الأمور وتحدد كيف يمكن أن تستمر هذه المواجهة وهذا الالتفاف حول هذا الخيار. نعم جيد.